ولدت دانا عورتاني في عام 1987، وهذا أمر بالغ الأهمية. كما تقول عورتاني، كل رقم له معنى رمزي، حتى الأرقام في علم الهندسة هي نوع من اللغة المرئية. منذ أكثر من 1000 عام بدأ استخدام الأنماط الهندسية كرموز روحانية، وفي هذا النمط الفني تجد المبدعة عورتاني وفي أساليبها وتقنياتها أجيال من الحكمة والتدريب. سترى النور مرة أخرى وصولا إلى المواد والأصباغ التي أعدتها بنفسها، ومع ذلك فنها غني بالزخارف الهندسية والتفاصيل المعقدة. ومع ذلك بالرغم من أن أعمالها هي في طبيعتها ومنهجيتها تقليدية تماما، لكنها صممتها في زمننا المعاصر. عورتاني فنانة سعودية فلسطينية، درست الفن المعاصر في جامعات متعددة، حيث وجدت أن هناك شيء مفقود، وقد ألهمتها هذه الدراسة في الحصول على درجة الماجستير من مدرسة الأمير للفنون التقليدية، حيث قامت بتحسين مهاراتها في الأشكال الفنية وحصلت على تمييز لعملها وعثرت على الشيء المفقود التي كانت تبحث عنه. وفي أشهر أعمالها التي قامت بها في عام 2017 والذي يشير إلى الزخارف الموجودة على البلاط التقليدي، شكلت عورتاني تصميمها على الأرض من الفسيفساء النابض بالألوان، ليس بالطلاء أو السيراميك بل بالرمل الملون، ومع مكنسة في يدها وكاميرا وراءها تلتقط كل حركة لها. مسحت كل شيء من الأرض وكأن شيء لم يكن أبدا، نموذج مصغر بأنه لا يوجد شيء دائم وأن الحضارات في خطر. تشارك عورتاني في برامج التوعية في المدارس والمجتمعات من أجل جلب العالم القديم إلى العالم الجديد والاستحواذ على الإحساس بالقدسية والسلام، مع منسوجاتها ومنحوتاتها ومنشآتها التي تعتبرها رمزا للقداسة والجمال والألوهية المرتبطة بالإلهام الثقافي والروحي. الهدف هو الفن المجرد كليا من الغرور، كما أخبرت هاربرز بازار، ولكن في الوقت الذي تسعى فيه إلى تثبيت نفسها روحيا لتبتكر من دون غرور. لا يمكن إنكار أنها هي متحكمة في الإتقان والإبداع في جميع أعمالها الفنية المختلفة، وهي تدرس حاليا مع أستاذا في التنوير الفني، وهو نموذج فني يحتضر بالفعل. وعلى الرغم من أنها عاشت لمدة 30 عاما فقط، فستصبح قريبا أستاذة متفوقة في هذا أيضا.